مريم الوافي رئيسة المنتدبة للمجلس الجهوي لسياحة أكادير سوس مسا ورئيسة مقاولة شمس أيور بجماعة التمسية أكادير. المقاولة ديالي كتقترح للزبناء المغاربة ولا الأجانب اللي كيجيو لمدينة أكادير سهرات مغربية بالفولكلور والتراث المغربي الأصيل بفن الفانتازيا وبالأكل المغربي. كنعطيو يعني كنقربوا الزوار اللي كيجيو للجهه بالتراث الامازيغي التراث السوسي والفولكلور يعني المحلي باش يكتشفوا عن عمق لا الكبار ولا الصغار ولا العائلات. انا السن ديالي 35 سنه، المقاوله ديالي عندها 15 سنه. بديت المقاوله ديالي ملي كانت عندي 20 سنه. قررت انني ندير هذا المركب السياحي في مساحه ديال انكتار بواحد الطاقه استيعابيه ديال 1200 كرسي في مطعم يعني على مساحه كبيره، لانني كنت كنامن بان منتوج ثقافي في جهه اكادير وسوس مسا مهم جدا باش نوعوا المنتوج السياحي بالمنطقه. انا قررت انني استثمر في جماعه التمسيه اللي كتبعد على اكادير 25 كيلومتر. هي جماعه قرويه ما كانوش فيها مشاريع سياحيه، وقدرت انني من ندير هذا المركب السياحي نخدم معايا في الفريق الساكنه اللي كاينه في ديك المنطقه، والحمد لله بداك الاصاله ديال والكفاءه ديال الناس ديال هذه المنطقه كنعطيو واحد التجربه سياحيه متميزه كنفتخروا بها كمنطقه كجهه، وكنظن بان هذا واجب ديالنا ايضا باش نشاركوا في خلق فرص الشغل في المناطق القرويه. حنا المركب ديالنا كيشغل اكثر من 60 شخص، كاين اللي بطريقه دائمه وكاين اللي بطريقه اوكازيونيل. وحنايا في اطار يعني ليزيفينمون اللي كنديروا على مستوى الجهه، لاننا على فوا كنديروا ديني سبيكتاكل فانتازيا ولكن على فوا كنديروا تريتور على الاكستيريور في الجهه كامله. هادشي كيمكننا اننا نقربوا الثقافه ديالنا في جميع المناطق ديال الجهه، ونخلقوا سبيكتاكل ونخلقوا يعني الترفيه في جميع مناطق الجهه. والحمد لله عندنا واحد يعني نقدروا نقولوا احنا من اكبر المركبات السياحيه اللي كدير الفن الفانتازيا في منطقه سوس مسا، وحنا فخورين بهذا. انا كمقاوله يعني 15 سنه ديال المقاوله كنعمل الان على مشروع جديد سياحي اللي داخله فيه يعني ليبرجمون، وكنتمنى انه يكون عنده واحد الصبغه انوفاسيون ديورابيليتي، واللي الان كاين في طور الدراسه على مستوى اللجنه المحليه ديال الاستثمار بجهه سوس مسا. انا كشابه مقاوله كنشكر صاحب الجلاله على هذه الرعايه الساميه اللي عطى للشباب، وهذا التشجيع اللي غيعطي لنا دفعه يعني موتيفاسيون اننا نبقاو في مجال الابداع وفي مجال المقاوله. الولوج للقرض البنكي مهم جدا باش نقدروا نحققوا الافكار ديالنا، يعني بسعر الفائده ديال 2% ولا 1.75% كنظن اننا غادي نعطيو فرصه للابداع انه يشوف الوجود على ارض الواقع. وكنشكروا بزاف صاحب الجلاله على هذه الالتفاته للشباب اللي هما مستقبل المغرب ان شاء الله. انا كشابه مقاوله يعني نقدر نقول بان هذا المجال اللي درتو عن اختيار من احلى المسارات اللي كنت نقدر نحلم بها. ما كانش مسار سهل، المسار اللي كنت كنبكي فيه، اللي كنت ما كنعش ليل ونهار باش نقدر نتجاوز المشاكل والاشكاليات ديال السوق، ديال التسويق، ديال الموارد البشريه، ديال التمويل. يعني نقدروا نقولوا بان مسار مقاوله ماشي مسار سهل. واخا كان عندي تشجيع من طرف بعض المؤسسات اللي الحمد لله واكبوني باش نجح في المقاوله ديالي، ولكن الا بغينا الشباب ينجحوا كاين التمويل اللي هو جزء مهم جدا، ولكن المواكبه هي اهم، والولوج الى الاسواق. الا ما عطيناش فرصه للشباب انهم المنتوجات ديالهم يشاركوا بهم في لي زابيل دوفر، يبيعوا المؤسسات العموميه والشركات الكبرى، فان ماشي مهم غير التمويل، ولكن خصو يكون واحد البروغرام انتغري باش نقدروا نساعدهم انهم ينجحوا في المقاولات ديالهم. انا كشابه كنقول للشابات النساء المسار المقاوله غير ماشي مستحيل، كيطلب العمل، كيطلب يعني الجديه، كيطلب ان يعني نقتنعوا بالافكار ديالنا، ولكن نقدر نقول بانه رائع، وكنتمنى النجاح لاي شخص كيقتنع بانه يقدر يكون مقاول ناجح، وكنشجعه من القلب لانني دست من هذا المسار.